صباح الخير. صباح الفل يا حبايبي، عاملين ايه؟ الحمد لله كويسين. كويسين، انت عامله ايه يا ابله؟ كويسين الحمد لله يا حبايبي، الحمد لله. لا بعتلك المشروع شفتي؟ ما انا قلت خلاص، اتكلمنا في موضوع المشروع ده مليون مرة، وقلنا المشروع انا هشوفه يوم الثلاث بالليل ويوم الاربع الصبح، هحدد اسماء الناس اللي ما بعتتش المشروع وهبلغكم بيها يوم الاربع الصبح. فانا أبلة لو هشوف سمحتي، المشاريع بكره. نعم، أنا عملت المشروع. ما انا لسه بقول اهو، بس فهمت كلامي ولا لا؟ أبلة انا كمان عملت المشروع. خلاص حبايبي، اللي عمل المشروع محدش يقول لي انا عملت. انا بكره ان شاء الله بالليل هشيك على المشاريع واشوف مين ما عملش واقول اسمه يوم الاربعاء، بس كده مش ماشي هنتكلم تاني في المشروع. يلا كلنا تيتشر، صفحة احنا المذكرة خلاص موجودة الصفحة دي عندنا. لو سمحت يا تيتشر، انت سامعاني؟ ايوه يا جيسيكا، اوكي الصفحة دي خلصناها صح؟ ودي كلها دي خلصت؟ تيتشر لا 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 مش كلها، مش كلها يا ابو، خلينا احنا اقول فراغات صح؟ الحديد الماني من اول هنا مش كده؟ ممكن سني اقول حاجة؟ نعم. إيه، انا عم بعتلك امبارح فويس انه يعني احنا محلناش مع جمي، ما حلناهوش احنا. ازاي بقى؟ انتوا ما حلتوش معجمي؟ ايوه ما حلناش اللي فات. ايوه ما حلناهوش، ما حلناش معجمي، مش خلصناه ازاي حضرتك ما حلتوش معجمي؟ ابله. خلصناه كمس ان احنا خلصناه. انا سالتكم انتوا حلتوه ولا لا؟ انا حليته. مش انت لا انا حليتي، حليته. احنا حليناه مع بعض هنا ولا لا؟ احنا ما حليناهوش مع بعض. طيب لا خلاص، عايزه ريل؟ ريل، احنا امبارح وقفنا عند ريل، فين ريل؟ ريماس، ريماس احمد، بيتال. ايوه يا تيتشر. يلا يا توتا، ارجاء يعني ايه؟ انحاء. انحاء، بدينا، تيتشر بس احنا خلصنا نعم الصفحه دي. قبله مهيئه، قبله مهيئه مجهزه مجهزه. خلاص انا مش عايزه كلام بقى. رودلف، رودلف رميساء، فين رميساء؟ ماشي، رودينا، انا قلت يا ابله لو بتقولي رودينا احمد هي مش موجوده عندنا. رودينا ابراهيم، انا قلت يا ابله. امال رودينا احمد اللي مش موجوده؟ طيب انت قلتي رودينا خلاص صح. تالا، نعم يا ابله. شبع يا توتا، بدأ تسبيح. يلا يا توتي، قدمة، ياسين، نعم يا تيتشر، مرتقب، منتظر، منتظر، برافو، يوسف فؤاد، نعم يا ابدا، ضد زاهية يا يوسف، باهتة، باهتة، برافو، يوسف محمود، ها؟ ضد عطرة يا يوسف، عطرة كريهة، كريهة أو نتنة،
ماشي. عبد الله عادل، انا تيتشر. يلا عبد الله، مفرد ابنية، بناء. بناء. ابو بكر، ابو بكر. نعم. مفرد هياكل، هيكل. هيكل. ادم، نعم يا ابو. مفرد مروج يا ادم، مول. معلش بروف. احمد حامد، نعم يا ابو. مفرد ضواحي، ها؟ مفرد ضواحي، ضاحية. احمد حسن، ابله هو اللي بيجاوب امبارح، مش هيجاوب النهارده. جمع زائر، انت رد على انا بساله لك بس. جمع زائر، زوار. زوار. اريا، اريا. جمع متحف، متاحف. متاحف. برافو. أسيل محمد، نعم يا تيتشر. جمع صناعة، صناعات. صناعات. أسيل صلاح، نعم يا أبلة. جمع غلاف، أغلفة. أغلفة. برافو. أيتن، نعم يا أبلة. توتا عايزة تصريفين من تصريفات كلمة رسمة. أي تصريفين من تصريفات رسمة؟ يعني أعمل جملتين؟ تصريفين، مش عايزة فيك تعملي الجمل، أنا عايزة بس التصريفين. يلا حبيبتي. زودي عليها حرف او حرفين وهاتي منها كلمة جديدة. رسمت. نعم. رسمت. لا. لو زودنا لها ميم في اول الكلمه تصبح ايه ايتم؟ مرسم. مرسم، ادي مرسم كلمه. ولو زودنا واو بعد السين تصبح ايه؟ رسوم، صح؟ طيب بص كده، دفعت رسوم حضور المباراه، اقضي وقتا ممتعا في مرسم المدرسه. دول الجملتين اللي فيهم تصريف كلمه رسمه في مجال المدرسة أو العلم أو الرياضة. بنختار أي مجالين من الثلاثة اللي معروضين علينا وبنكتب عنهم جمل. خلصنا الصفحة؟ اه يا أبا. دي حليناها، صح كده؟ دي حليناها لحد فين؟ حلينا لحد بس. حليناها الجزء اللي تحت بس، مش كلها يا قبل. ايوه ايوه ايوه. خلاص عايزه كارن. يا قبل. نعم يا قبل. نعم يا ريل. ممكن ترجعي للاول عشان مش كملته. ثواني يا ريل وهنبقى نبعته تاني. انا عايزه انفكر لفين. طيب ده كده تاني يوم ما بيردش. كلارا، كلارا. نعم يا تيتشر. املأ الفراغات الآتية لأكون جملا اسمية مناسبة. الكاتبة مالها؟ أي حاجة.
بارعة. بارعة، برافو، مبدعة، شطورة. ريني. نعم يا أبلة. علم الكويتي مرفوع. مرفوع، برافو عليكي، أو جميل، الاثنين صح. جورج حمدي. نعم. الوطن. ها الوطن ايه؟ ماله الوطن؟ جميل. جميل، غالي، اي حاجة تنفع خبر. هلا، خلصنا الصفحة دي كتبناها؟ أنا أبلة. أيوة يا تيتشر. طيب. تيتشر ممكن تكتب ورا؟ معلش ثواني، عايزة هنا فين؟ أنا أهو. يلا يا هنا، أضع خطا تحت الكلمة، أضع خطا تحت الكلمة التي يتم بها المعنى. عبد الرحمن يقرأ حكايات مسلية. فين الكلمة اللي تم بها المعنى هنا يا هنا؟ يعني أصلا مش فاهمة. بصي يا هنا، الكلمة التي يتم بها المعنى يعني الخبر، مش احنا عارفين الجملة الاسمية مبتدأ وخبر؟ المبتدأ هو الاسم اللي بنبدأ بيه الجملة الاسمية. ايه هو الخبر اللي هو بيكمل لنا معنى المبتدأ، بنفهم منه المبتدأ ماله. يعني عبد الرحمن ماله؟ يقرأ. يقرأ، يبقى يقرأ هي المتمم للمعنى. جنى أحمد. نعم يا تيتشر. يلا يا جوجو. أختي جنى، حظك يا جنى، الجملة عليك. أختي جنى مصورة مبدعة. فين الكلمة التي تم بها المعنى؟ مصورة. مصورة، برافو. جمش شريف. نعم يا أبلة. يلا يا جوجو، النشاط المسرحي ممتع. ممتع. ممتع، برافو. جيسيكا كرم. نعم يا تيتشر. يلا يا جوجو، أرتب الجمل الآتية لأكون جملة فعلية. العصفور يغرد الربيع في فصل. العصفور يغرد في فصل الربيع. كده غلط، احنا بدأنا بالعصفور كده اصبحت جملة اسمية. احنا بنقول عايزين جملة فعلية، يعني لابد ان تبدأ بفعل. برافو. نغرد العصفور في فصل الربيع. فصل الربيع. برافو عليك يا جيسيكا. جيسيكا عصام. نعم يا أبلة. يلا يا جورجا، الفراشات تطير العصافير خلف. العصافير تطير خلف الفراشات، او الفراشات تطير خلف العصافير. تطير العصافير، نبدا بتطير لان احنا عايزين جمله فعليه، لابد ان نبدا بالفعل. فين هنا الفعل؟ تطير. ممكن تقولي تطير الفراشات خلف العصافير، او تطير العصافير خلف الفراشات. اوكي، بس لابد ان نبدا بكلمه تطير. يبقى هنا بدانا بيغرد وبعدين تطير علشان هي دي الافعال. اوكي. جوليانا. أيوة يا أبلة. يلا يا جوجو، الورود الجميلة في الربيع تتفتح فصل. تتفتح الورود الجميلة في فصل الربيع. برافو. أنا علمت لكم هم على فعلية وعلى الأفعال. عايزة لمار. لمار مدحت برضو تاني يوم. لارا. نعم. انت امبارح قلتي هنبدأ انا هتسائل الاول. لارا، لقيت اسمك في الاول يا ريل وما ردتيش عليا.
طب اسالك تاني، انا ناديت اسمك اول ما بدات، اول اسم ناديته وانت ما رديتيش. لارا، لارا مخلص فين؟ ماشي، يعني لارا امبارح ما عرفتش متجاوب، النهارده مش بترد اصلا. مايفن؟ نعم يا ابلة. يلا يا مايفن، ابين نوع الجمله واحدد ركنيها. فتح خالد كراسه الرسم، دي جمله ايه؟ عشان نحدد نوع الجمله لازم نشوف الاول اول كلمه في الجمله. كلمه فتح اسم ولا فعل؟ فعل. فعل. طالما بدات الجمله الاليه، برافو عليكي، فين الركن الاول فيها؟ فتح. فتح ويسمى ايه؟ فعل. برافو. والركن الثاني؟ رسم. فين دي؟ لا فتح، مين اللي فتح؟ خالد. خالد، يبقى خالد هي الركن الثاني، وخالد بنقول عليه ايه، يسمى ايه؟ فاعل. فاعل. مروان، مروان شريف. ايوه يا تيتشر. يغرد العصفور فوق الشجره، دي الجمله دي نوعها ايه يا مروان؟ يغرد فعليه. فعليه، برافو عليك. الركن الاول فيها فين؟ يغرد. يغرد ويسمى فعل. والركن الثاني؟ العصفور ويسمى الفاعل. ثانية أبلة، أنت عاملة أبلة، أنت عاملة ميوت. لا هي قلت لكم استنوا، هي أنا قلت لكم ثانية واحدة لو سمحتوا، ثانية واحدة اكتبوا الصفحة دي عبال ما أخلص. ثانية واحدة الصفحة دي موجودة في كل المذكرات، أنا مشيرة المذكرات كلها مع بعضها. عايزة دلوقتي مريم عماد. نعم يا أبي. يستمتع الناس بفصل الربيع، نوع الجملة إيه؟ اسمية. اسمية. نعم؟ اسمية. طيب انت بتقولي اسمية يا مريم، تعالي نشوف الكلمة الأولى اللي بدأت بيها الجملة كده. يستمتع، يستمتع اسم ولا فعل؟ هاي مريم، يستمتع احنا مش عارفينها اسم ولا فعل، صح؟ انت واقفة قدامها ومش عارفاها اسم ولا فعل. احنا قلنا ان احنا هنلعبها لعبة بسيطة، هنعمل ايه؟ هنضيف لها قلل التعريف. جربي كده ضيفي قلل التعريف لكلمة يستمتع، تصبح ايه؟ قال يستمتع. في حاجة اسمها قال يستمتع؟ لا انا فاتش. يبقى دي كده كلمة لم تقبل قال التعريف تبقى فعل. يبقى النوع الجملة، جملة ايه اللي بدأت بفعل دي يا مريم؟ هي الجملة كم نوع يا مريم؟ مريم ردي عليا حبيبتي، ما تفضليش ساكته. الجمل كم نوع؟ في جمله ايه وجمله ايه؟ مش مذاكره يا مريم.
مريم محسن. مريم محسن. مازن. مينا. مينا مكرم. أيوة يا تيتشر. يستمتع الناس بفصل الربيع يا مينا. جملة اسمية ولا فعلية؟ فعلية. فعلية. فين الركن الأول؟ يستمتع. يستمتع ويسمى إيه؟ فعل. والركن الثاني؟ الناس. أما؟ فاعل. فاعل. خلصنا؟ انا خلصت يا ابلة. خلصتش انا في اخر واحدة. طيب يلا بسرعة. لسه ما خلصتش. انا خلصت. ما انا بقول اهو بسرعة. اللي خلص يصورها. ده انا خلصت. خليكم معايا ثانية واحدة. خلاص انا خلصت. دورتها يا اب. ثانية واحدة. تيشر ممكن اقول لك حاجة؟ نعم. لا انت ما نديتيش اسمي امبارح ولا النهارده. مين؟ ريماس احمد. انا ثانيه واحده يا ريماس واقول لك اسمك ندى ولا لا. انا كله بسجله عندي. انا بعت لكم كل الصفحه على التيمز. ريماس. اوكي. ريماس انا النهارده امبارح ما نديتش اسمك لان ما كانش ليه عليكي الدور. الحصه خلصت وقفنا عند ريم. النهارده ناديت اسمك بعد ريم ما رديتيش. التيتشر انا ما كنتش سامعاكي. يبقى اسمعها. انت ما كنتيش سامعاني. مش انا اللي ما ردتش. مش انا اللي ما ردتش عليكي. انت ورينا رديت على اسمكم اول ناس وما ردتوش. اول حد رد عليا ردينا. الصفحه اوكي على التيتشر خلاص. تمام. أضعوا خطا تحت الكلمة الدالة على من قام بالفعل في الجمل الآتية. ريل. ريل. نعم. يلا يا ريل. أضعوا خطا تحت الكلمة الدالة على من قام بالفعل في الجمل الآتية. تسقط الأمطار بغزارة في فصل الشتاء. الأمطار. الأمطار. ريمات. نعم تيتشر. يمرح الأطفال في الحدائق مسرورين. الأطفال. يخرج الناس إلى المتنزهات في فصل الربيع يا مينا شداد. برضو مش بيرد. انت حر. فلما تلاقي نفسك خسران 20 درجة ما تزعلش. عندنا بس مينا مكرم. لا عندنا بس مش بيرد. انتوا قلتوا لي مينا روماني مش عندكم صح؟ مينا شداد كمان مش عندكم؟ عندنا لكن مينا عندنا احنا اتنين مينا. مينا شداد. يعني احنا عندنا مينا شداد وبيظهر اونلاين. مينا شداد عندكم في الصف وبيظهر اونلاين ومش بيرد. بس مرات ما بنشوفه. يعني اهو هو دلوقتي اونلاين. اهو خلص. دول 20 درجة. محمد فتخلص. محمد صبحي. ايوه يا ابله. يخرج الناس
إلى المتنزهات في فصل الربيع؟ يخرج الناس. يخرج. حبيبي احنا عايزين من قام بالفعل. يخرج هي الفعل. يخرج الناس. يبقى الناس هم من قاموا بالفعل. محمد محمود. محمد محمود. نعم يا ابله. اجعل كل من الكلمات الاتية فاعلا في جملة من انشائي. الكاتب عايزينها فاعل مش مبتدأ، يعني ما تبدأش بكلمة الكاتب، احنا عايزين الكاتب تكون فاعل، طالما فاعل يعني يسبقها فعل. يكتب. برافو. يكتب ايه؟ يكتب مين؟ مين الفاعل؟ حبيبي مش انا بقول لك اجعل الكلمات دي فاعل، انا من جايبه لك الفاعل اصلا كلمة الكاتب وانت ضفت لها الفعل يكتب. قول بقى الجملة كاملة. يكتب الكاتب ايه؟ يكتب الكاتب دروسها. ماشي. يكتب الكاتب قصة رائعة. نور حسين. ايوه يا تيتشر. يلا يا نور صلحت المايك. ايوه. قولي لي يا نور الشجره، عايزين جمله تكون فيها الشجره فاعل. فاعل. خدناها قبل كده، قلنا الشجره بتعمل بتدينا ايه، بناخد منها ايه؟ فواكه. فواكه اللي هي الثمار. طيب لما بتطلع بقى الثمار دي اسمها ايه باللغة العربية؟ تثمر. صح؟ تثمر. كملي بقى جملة كده. تثمر وايه؟ تثمر فواكه الشجرة. بصي يا نور احنا عايزين كلمة الشجرة فاعل، يعني لازم يكون قبلها فاعل. عشان انا ما حضرتش امبارح. حبيبتي دي مش حصة امبارح. يبقى تثمر هي الفعل والشجرة فاعل، يبقى تثمر الشجرة ايه؟ ثمارا طيبة. ثمار طيبة. ايوه. نور كمان. نور كمان. ثمارا. نور موجودة ولا لا؟ اقفل المايك يا جماعة. ايه ده غلط. جانا شريف اقفلي المايك. يلا يا نور القطة، عايزين القطة تكون فاعل. قطة؟ قولي أي حاجة بتعملها القطة، ابدأي بالفعل اللي تقوم بفعله القطة وبعد كده خلي القطة فاعل. القطة بتعمل يا نور؟ القطة؟ القطة مش بتاكل ولا بتشرب ولا بتلعب، ما بتعملش أي حاجة القطة؟ أنا كنت هقولك القطة تاكل بس قلت لأ. ما احنا مش هنقول القطة تاكل، لو قلنا القطة تاكل انت كده خليتيها جملة اسمية وبقت القطة مبتدأ. احنا عايزين القطة فاعل، يعني لازم قبلها فعل. انتوا ليه مش مركزين في الجملة الفعلية؟ مش احنا قلنا جملة فعلية يعني لازم تبدأ بفعل. فعلية. ماشي. وانا كمان. يعني لازم تبدأ بفعل. كمان. خلاص حبايبي ادوني فرصة افهم اللي مش فاهم. جملة فعلية يعني لازم تبدأ بفعل او يكتب فعل. تثمر فعل. وبعدين مين اللي بيكتب؟ الكاتب. يبقى الكاتب هي الفاعل. مين اللي بتثمر؟ الشجرة. الشجرة هي الفاعل. طيب عايزين القطة تكون فاعل، يعني لازم يسبقها فعل. ها؟
أبلة ثانية أنا في واحدة ناديت اسمها هي بتجاوب. عايزة نور كمان. تلعب القطة بالكرة. برافو، تلعب القطة بالكرة، تشرب القطة الحليب. ادي الفعل وادي الفعل. السؤال اللي بعدها اللي هو المعيار 3 الواحد 2 ده النصوص اللي هي التعبير. اكتب نصا قصيرا اصف فيه فيلما بعنوان مساعدة الاخرين معبرا عن رأيي. هتكتب اي اربع جمل عن مساعدة الاخرين، مساعدة الاصدقاء، مساعدة الام، مساعدة الاب، مساعدة الجيران، مساعدة المحتاج، اي اربع جمل عن مساعدة الاخرين من دماغك. انتوا اتدربوا عليها. اكتب قصة عن حياة طفل مراعيا عناصر القصة، الزمان والمكان والاحداث والشخصيات والمشكلة والحل. اي حاجة حصلت في حياة طفل، ان هو اي مشكلة حصلت عنده، ان هو مثلا شاف قطة جائعة وقام باطعامها مثلا في الصباح، كان ذاهبا الى المدرسة وشاهد قطة جائعة وقدم لها الطعام. يعني الفوا اي قصة، اي مشكلة مر بيها طفل واتحلت. الزمان والمكان والاحداث والشخصيات والمشكلة والحل. هتلاقوهم اخدتش في ايديكم اربع خمس جمل برضو. ده برضو للتدريب. هنا نموذج اختبار، ده نفس الاسئلة اللي احنا حليناها في المذكرة. يعني تيتشر الا بسيطة. تيتشر. نعم تيتشر، بعد اذن حضرتك، انا مامي مريم محسن. مريم عماله ترد على حضرتك تقول لك نعم نعم، بس حضرتك مش سامعه، تقريبا كان في مشكله في النت وهي قاعده زعلانه دلوقتي قوي. طيب تمام، يعني هي جاهزه للاجابه بس هي قاعده زعلانه بصراحه، يعني المشكله صدقني مش بسببها. خلاص ماشي تمام، شكرا. هنا الاختبار ده مجموعه من الاسئله احنا مختارينها من المذكره وهنحلها. المفروض ان انا ما احلهاش لان احنا كنا هنحلها تاني مره، فانا هحل معاكم اللي الوقت يكفيه، ولو الوقت ما كفاش انتوا هتكملوها لان احنا حلناها اوريدي قبل كده في المذكره. هندي تاني الاسماء اللي ناديت وما ردتش. كارل، لامار، لورا، مريم. يلا يا مريم. مريم محسن. مريم. مريم محسن. انا بنادي اهو يا مريم وصوتك مش جاي لي برضو. تيتشر انا هو لورا. نعم نعم يا تيتشر. يلا يا مريم. لورا وصلتي؟ طيب ثواني يا لورا. مريم وبعدين انت. تقع حديقة الفراشات في إمارة دبي ولا إمارة أبو ظبي ولا الدوحة ولا الكويت؟ الأول مريم وبعدين لورا. هاي مريم. مش سامعاك يا مريم، صوتك عمال يقطع، مش سامعة ولا حاجة. إمارة إيه؟ نعم يا تيتشر. قولي مريم، تقع حديقة الفراشات في إمارة إيه؟ دبي ولا أبو ظبي ولا الكويت ولا الدوحة؟ حديقة الفراشات لما درسناها كانت في إمارة إيه؟ هيا يا مريم. لورا. نعم يا تيتش. هيا لورا، في إمارة إيه؟ إمارة دبي. دبي. يبلغ عدد الفراشات في الحديقة يا عمر، عمر عمار، أبلة. يلا يا عمر. يبلغ عدد الفراشات في الحديقة كم فراشة؟ 15,000 ولا 18,000 ولا 25 ولا 34؟ أبا أنا دلوقتي فوت الحصة، كنت نايم دلوقتي فوت أنا. طيب أنا بسألك سؤال إحنا درسناه قبل كده مش دلوقتي، مالهاش علاقة كنت نايم ولا صحيت يا عمور. عدد الفراشات في حديقة الفراشات كان كام؟ 15,000 ولا 18 ولا 25 ولا 24؟
15 15 مريم انا كتبت جنب اسمك ان عندك مشكلة في المايك، ظبطيها النهاردة وبكرة هسألك. عايزة عمر خلاص باتريك بس. يلا يا باتريك، هذه الحديقة تعتبر اكبر حديقة فين؟ في العالم. في العالم. عندنا المرادف بعد كده، يلا يا ريل. ريل مهيئة، مرادف مهيئة. بسرعة يا ريل. ريماس. يا الله نعم عارفة. ريل انت المايك بتاعك في حاجة غير مهيئة. مين اللي رد دلوقتي قال غير مهيئة؟ ريماس. مهيئة غير مهيئة؟ ما شاء الله عليكم. مجهزة. جرب الحتة خلصت برضو هتقف عند ريل. بص تعال مجهزة. خلاص هنقف عند ريل، هنقف عند ريل والباقي ده هنحله في البيت، لان ده نفس اجابات الاسئلة اللي احنا اخدناها قبل كده في المذكرة. يعني نفس الاجابات دي موجودة عندكم في نفس المذكرة. بكرة ان شاء الله هنبدأ الوحدة الثالثة، واشوفكم على خير بكرة ان شاء الله. مع السلامة. بكرة ان شاء الله في الكتاب والدفتر. خلاص المذكرة خلاص كده.